صعدت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من لهجتها ضد تركيا وأعلنت أنها ستوقف التعامل مع أنقرة متهمة إياها بدعم الحكومة الموازية في طرابلس. واتهم رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا عبد الله الثاني تركيا يوم الجمعة بإرسال أسلحة إلى جماعة فجر ليبيا المسيطرة على العاصمة وإشعال فتيل الحرب الأهلية بين الشعب الليبي وهي المزاعم التي نفتها تركيا بشدة. وقالت الخارجية التركية إنه بدلا من ترديد مزاعم غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة يجب على الأطراف الليبية دعم مساعي الأمم المتحدة لإجراء حوار سياسي، وأضافت أنها ضد أي تدخل خارجي في ليبيا. وتركيا واحدة من بضع دول استقبلت بشكل علني مسؤولين من الحكومة الموازية وبرلمانها، وقالت أنقرة إنها وجهت الدعوة أيضا لرئيس مجلس النواب المعترف به دوليا لزيارة تركيا لكنه لم يقبل الدعوة. وكانت حكومة الثاني قد قالت قبل أيام إنها ستستبعد الشركات التركية من الصفقات المستقبلية في ظل اتهامها لأنقرة بدعم الحكومة الموازية في طرابلس والجماعات المسلحة المتحالفة معها. ويدعم حكومة الثاني اللواء المنشق خليفة حفتر الذي ضم قواته إلى الجيش في الشرق لمحاربة المتشددين، وينظر إليه على أنه منافس محتمل للثاني، ورغم أن التحالف بين الطرفين سمح لهما باستعادة أراض فقد وجهت انتقادات لحفتر بسبب ضربات جوية على مطارات وموانئ بحرية مدنية. ومن المنتظر أن يعين البرلمان حفتر قائدا للجيش. وبعد 4 أعوام على سقوط معمر القذافي تتصارع إدارتان إحداهما في العاصمة والأخرى التي يرأسها الثاني في الشرق على السلطة منذ سيطرة جماعة فجر ليبيا على طرابلس في يوليو الماضي وأعادت تكليف نواب البرلمان السابق. رحاب علاء، رويترز.